يا مرحبا يا جماعة شير. والله العظيم مشكلة. راح يا جماعة شير يا جماعة عشان المستضيفين يمكن ساعات يدخل معانا اليوم. اليوم عثمان يكون العافية. مدراشي اسماعيل يكون جاسم. الليلة يمكن ساعات يدخل معانا حياة. الليلة يا جماعة انتصارات كبيرة جدا جدا جدا. اليوم يا جماعة انتصارات كبيرة جدا جدا جدا. بنت البدري هلا بيك هلا بيك هلا بيك. اليوم انتصارات كبيرة يا جماعة. راح يا جماعة شير عشان نشوف ساعات يمكن ساعات تدخل معانا اليوم. راح يا جماعة شير. راح شير يا جماعة. سعادته أحمد لو سامع قدم طلب. قدم قصتي لو جاك وصلك. قدم طلب يا سعادته. أنا كتبت اسمك ما ظهر معي. قدم يا سعادتك. انا قدر ما حاولت ما قدم منك انت. راح يا سعادتك. انا ما ظهر لي اسمك يا جماعه. شير يا جماعه شير يا جماعه. انتصارات كبيره جدا الليله. انتصارات كبيره جدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
سعادته احمد ما فتح ما جاني. بتظهر معك تحت يا سعادته. اعمل طلب عشان انا اقبله. انا ما ظهر معي يا جماعه. شير يا جماعه. الصوت واضح يا جماعه؟ الصوت واضح. ادونا شير ادونا ملصقات عشان نشوف طريقه ندخل سعادته. الشير واضح يا جماعه. ادونا شير ادونا ملصقات. شير يا جماعه. تكبيس شير. يا سعادتك لما تقدم طلب اكتب لي تحت. الناس بتشوف بتكتب لي ارفع انا لان انا ما في طلب جاني. الصوت جيد جدا. تمام. يلا يا جماعه نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يا جماعه انتصارات كبيره جدا 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 جدا. حتى بقينا ما عارفين نقول شنو ونخلي شنو. الجيش الان رساله الان جاهزين مويه ونور. ما تسمع لسه مدني جوا كامله كده. ما في حاجه جوا لسه. الان انا بتكلم معاك. الرساله فوق جات من الارض هناك. جاهزين مويه ونور. جاهزين مويه ونور. الان الجيش جاهز مويه ونور. ما في اي حاجه لكن لسه ما في اجتياح كامل. ما في دخول كامل. ما في لسه. الجيش ما دخل. ما في لسه. ما تسمع الطلس ويقول لك لا ما في الكلام ده الان. ما في. في عمليات نوعيه محدده. اي في عمليات نوعيه محدده. ما في حاجه. لكن انتصارات يا جماعه بجد كبيره جدا جدا. واهم انتصار واهم حاجه انه الليله في حاجات دخلت القياده العامه. في تشوين دخل القياده العامه. في امداد دخل القياده العامه. الامداد بتاع القياده العامه ده ليه وما بعده. الجاي شنو؟ الجاي بيفتحوا الطريق بين الكدر وبين الإشارة وبين القيادة العامة. وده خلاص دي معناته الخرطوم نتفض. قوات تتحرك، شاحنات تتحرك من الكدر تجي تخش للقيادة العامة. ده موضوع يا جماعة لو جيت حكيت لي زول قلت له نازل مسيطرين وين الجنجويد؟ الجنجويد مسيطرين وين؟ شير يا جماعة ادونا شير. الجنجويد مسيطرين وين؟ شاحنات مليانة عتاد بتتحرك من الكدر بتخش للقياده العامه. الجنجويد وين مسيطرين؟ نحن دارين نعرف. يا جماعه بحري فيها حاجه؟ اذا ما في حاجه. اذا في جنجويد في بحري؟ ما في جنجويد. الناس دي الجو بيوين؟ ما نحن دارين نعرف جو بيوين؟ جو بياتو مكان؟ جو باتجاه وين؟ ما في حاجه. الجنجويد ما في. كونها شحنات تتحرك مليانة حاجات وتتحرك وتصل مكتملة بدون أي حاجة. ده انتصار كبير جدا جدا. ده بيثبت لك حقيقة واحدة أنه الناس دي انتهوا. أنه الجنجويد فعلا انتهوا. عديل حرفيا الجنجويد انتهوا. الجنجويد انتهوا. لا شك ولا طق ولا لف ولا دوران ولا كذب. كون شفنا بعيننا الشحنات. شفنا العتاد بعيننا. شفنا الجيش بعيننا ماشي. في حاجة لاقتكم حاجة؟ والله ما لاقتنا أي حاجة. معناتها الحاصل شنو؟ معناتها الجنجويد ما في. الناس الجنجويد ديل محاصرين لهم حاجة غير المناطق دي. معناتها الجنجويد ديل ما موجودين. الجنجويد ديل ما موجودين ما موجودين. ما موجودين. إلا في أمخاخ الناس الدايرين إنهم يكونوا موجودين. الجنجويد الآن ما في. ما في جنجويد، لا يوجد جنجويد. كونه جيشي يتحرك ويدخل تشوين معناتها خلاص دي المرحلة الأخيرة الجاية. المرحلة بتاعت الممر عديل يفتحوا ممر جسر بشري بين الوحدات بين حطاب وبين الكدر وبين الإشارة وبين القيادة. معناتها تاني في شنو يا جماعة؟ في شنو؟ ما في حاجة. المعركة خلصت. المعركة خلصت. خلصت عديل. خلصت خلصت. خاء لام صاد تاء مفتوحة. خلصت المعركة خلصت. كونه جيشك يجي داخل من هناك، انا ما تتكلم لي تقول لي في جنجويد.
تاني ما تقول لي جنجويد قاعدين في ما في، لو جو دخلوا بكبر الحلفايه ودخلوا بشارع النيل هنا ما في جنجويد، لو دخلوا بهناك بشارع الانغاز ما في جنجويد، لو دخلوا بشارع المعونه ما في جنجويد. ما دي الحقيقه، معناتها يا جماعه ما في جنجويد، معناتها المعركه خلصت، المعركه خلصت بكره بعد بكره، طالما الجيش داخل وما في حاجه، واكيد دخول الجيش ما بكون الجيش دخل سايه، بيكون الجيش مروره نشر غناصه، نشر غناصه موجودين في الطريق عشان يحمي الناس اللي حيجوا، لانه ده ما خلاص انه الليله جاب تشوين وجاب، لا لا، دايرين امدادات عشان الامدادات دي تخش الخرطوم، عشان الخرطوم ثاني يكون فيها ارتكازات متقدمه. المانع الخرطوم انها تعمل ارتكازات، الان القياده تعمل ارتكازات، القياده بتحرر، بتطلع بري، بتطلع ليه شارع الستين، بتطلع، لكن ما بتقدر تعمل ارتكازات ليه؟ لانه ما عندها قوه كافيه. الان القوه الكافيه حتتوفر. الان التشوين توفر. الان الاسلحه الجديده توفرت. الان المسيرات الجديده توفرت من القياده. معناته البله الجاي موضوع ثاني غير. معناته المعركه خلاص، يعني دي مش النفس الاخير. دي خلصت. خلصت بالفم المليان، خلصت. لا شك ولا طق ولا لولو ولا كذب ولا طلس. المعركة خلصت. المعركة خلصت. الداير يعرف يعرف المعركة الآن خلصانة. خلصانة، لكن في شنو علمك الله ليه ما في دي لسه؟ نحن ما الموضوع ده، احنا ما بنسكت. احنا ما شايفين بعيننا، لو حاجة بيحكوا علينا من برا نقول. لو في الآن في جنجويد عندهم قوة في الأرض نقول. لو الجنجويد الان مسيطرين نقول. الان ما في جنجويد، الان الجنجويد انا اقول لك اسمع مني، القوات في مدني انسحبت بنسبه 90%. القوات اللي كانت موجوده في مدني الجنجويد انسحبوا بنسبه 90%. حتى ال 10% اللي خلوهم في مدني احتمال غشوهم لعبوا بهم، قال لهم قضبوا عليهم، خدتون كبش فدا، زي ما عمل حريكه والمعاه طلعوا بالمركب من الاذاعه، حريكة والمعاه ركبوا مركب وشالوا ذهبهم وشالوا حاجاتهم. دي معركة الإزاعة، حريكة والمعاه شالوا الذهب وشالوا المنهوبات وشالوا القروش، خدتها في مراكب. أثناء المعركة دايرة بهنا هون شتتوا بالبحر بهناك. طلعوا اتجاه جبل أولياء. باعوا الناس، شفت الناس اللي انجغموا ديل كلهم، ديل كانوا مبيوعين. تمن لشنو تمن؟ عشان يطلع حريكة ومعاه على البيت. معاه 7-8 من الضباط، معاه 7-8 من الضباط، قدموا القوة خلاها مشت بهناك اتجاه، وهم بهنا اتحركوا بمركب، شالوا معاهم حاجاتهم، الذهب المنهوب، القروش المنهوبة، حاجاتهم، وباعوا ناس كلهم، باعوا مستنفرينهم، باعوا ناس، باعوا الناس اللي كانوا معاهم، لأنه عرفوا خلاص الموضوع خلص. في نفس اللحظة اللي هون الجيش بيكاتل بهنا، هون شردوا بهناك بالبحر. شردوا بالبحر. ده معناته شنو؟ ما معناته بس صيّج الجنجوي، لا لا. لما القياده بتاعت الغرفه بتاعت السيطره بتاعت ام درمان اللي هي بتاعت الخرطوم تصيّج، معناته الجنجويد خلصوا. القصه ما صيّجوا بس وقاموا جاريين، لا لا لا. القصه يا جماعه انه القياده دي، القياده دي الناس حريكه، دي الضباط اللي كانوا في الجيش التشاري، دي المحترفين. لما المحترفين يقدموا له اكثر من 125 غربان، قول تمويه عشان هم يطلعوا بمركب، معناته المعركه خلصت. معناته المعركه خلصت. الحاصل الان ده في الارض ده موضوع طبيعي. الان في نظافه من مدرسه لمدرسه، من مسجد لمسجد، من بيت لبيت، من شارع لشارع، من زقاق لزقاق، شغال الجيش تمشيط. بيخش بيمشط ضلق اسلحه، اي مكان دخلوا الجيش، دخل المستشفى بتاع نجيب، مستشفى نجيب ما منزل نجيب. المعلومه هي مكتوب منزل نجيب، لا هو مستشفى بتاع نجيب ده مستشفى. المستشفى ده كانوا خاطين فيه اسلحه، وكانوا خاطين فيه طيران مسير، وكانوا خاطين فيه تشويه كبير جدا، وكان فيه عربات جوا. الجيش سيطر على المستشفى ده وفيه اسلحه، خليها ساي. الناس ديل ما قطعوا سلاح، عندهم السلاح. الناس ديل قطعوا مروة. الناس ديل قطعوا رجالة. الناس ديل قطعوا شجاعة. الناس ديل قطعوا أخلاق.
الناس زي القطع لكن ما قطعوا تشوين، عندهم اي حاجه لكن ما عندهم القلب اللي بيواجه. الناس زي داون انهيار، شافوا الجيش ده بيتقدم وبيمشي خافوا، شافوا الميديا كلها فيديوهات وشافوا الجيش بيعمل شنو في الناس ديل، وشافوا البل وشافوا الجغم وشافوا دنيا سائله كثير، بيقوا خافوا ما قدروا ينتظروا. عندهم المسيرات، عندهم الاجهزه تحت التشويش بتاعت الطائرات، عندهم الدوشكات، عندهم الرباعي، عندهم ال 23، عندهم المدافع، عندهم ال 120، عندهم الكاتيوشا، ما عندهم شنو؟ لكن القلب 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 ما في، القلب صيج. القلب لما شاف الجيش متقدم وشاف الحاصل وشاف الفيديوهات تحت الجيش وهم، القلب صيج. القلب صيج وبقى قاعد جسد. جسد بقى محاصر الجسد. القلب حقه صيج زمان. الآن المعركة بتاعت الإزاعة دي معركة كبيرة جدا، يعني دي لو شفتها جاء سطروها في كتاب بتاع تاريخ بيشيل لي أكثر من 300-400 صفحة. لأن المعركة دي فعلا دي معركة بتوحي لك، بتديك اعتبارية كبيرة جدا للجيش السوداني والفكر بتاعه والثبات حقه. بديك حاجة نحن كنا بنقولها من بداية الحرب، أنه الجيش السوداني لو واجه الجنجويد ديل، لو واحد من الجيش السوداني واجه الجنجويد ديل، الواحد بينتصر. الواحد بينتصر حقيقة، الواحد بينتصر والله العظيم، الواحد بينتصر. لأنه الواحد ده عبارة عن أسد، عبارة عن كتيبة، عبارة عن مجموعة من ال من 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 من, من الآليات العسكرية. واحد لو واجه الناس ديل أقسم بالله العظيم عبارة عن كتيبة ينتصر عليهم. يا جماعة شير، يا جماعة شير، يا جماعة شير، شير يا جماعة، شير يا جماعة، ادعموا، شير قلوب، شير قلوب، لأنه في بلاغات. واحد لو واجه الناس ديل بينتصر عليهم. الموضوع خلصان، المعركة انتهت، الجنجويد استحموا، موضوع اتبلى، موضوع طلع، موضوع الريحة بتاعته فاحت. الليلة شفنا التليجرام والله اتملى دنيا زايل، اتملى اتملى عديل دنيا زايل، اتملى التليجرام والله بتاع، اتملى دنيا زايل، اتملى عديل اتملى. تمسك بهنا الكدر ويقبض، امسك بهنا يقبض، امسك بهنا مهندسين يقبض، امسك بهنا الملازمين يقبض، امسك بهنا الكبرون يقبض، في شنو؟ وين 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 الرجال؟ وين اللشاوز؟ وين الديل ما بينهزموا؟ وين الديل ما بين ديل خبره؟ وين وين ده كله طار، ده كله طار، الموضوع خلص. نمشي يا جماعه لمدن وسنار، يا جماعه شير مرصغات لحد ما نشوف سعدته ده ما فتح معايا اصله دقيقه، بس ادونا شير تقويس ان احاول انا يا جماعه، ادونا شير تقويس ان احاول. شير يا جماعه ما فتح، ما جاني يا سعادتك، ما جاني، انا بحاول والله من قبلك يا سعادتك ما جا. ما جا سعادتك، ما جا، ما فتح، الا تقدم طلب انت، انت الا تقدم انت الطلب يا سعادتك، الا تقدم انت الطلب يا جماعه شير. نمشي لمدني والجزيره، الجزيره في عمليات نوعيه جوه مدني، من العمل الخاص، من جهاز الامن، من براعون بيعمل عمليات وبيرجعوا، لكن اجتياح كده الجيش كله اجتياح وفوق لسه. ما تسمع في معارك شرسه الان، لا لا، الكلام ده لسه في معارك حوالين الجزيره، لكن جوا مدني لسه، لسه يا جماعه لسه جوا مدني، لسه لسه اي لسه جاهزين مويه ونور. اسع الكتابة جاتني جاهزين موية ونور كده بالحرف الواحد، نحن جاهزين موية ونور، لكن جوا لسه لسه ما في حاجة. الناس تصبر يوم يومين بإذن الله تعالى حتنبسط. احنا ما بنحدد لك بيتين ولا حنقول لك والله بكرة ولا الليلة بالليل ولا الساعة كده، لكن انا والله اقول لك وخدتها مني وقسما بالله العظيم، الجيش هناك مسخن سخانة ألف، والله بيأكل اي تيار، والله بياكل اي مخ، والله بياكل اي زول يقف قصاده. اسمع الكلام ده كويس، والله جيشنا هناك سعر، تعرف السعرنا دي اخر مرحله من مرحله الجندي، الان سعران، الان جنودنا سعرانين عديل. شفت سعر رسمي شعبي ما ولا شفت سعر النازل الان، بس همهم كلهم كل دقيقه ماشيين للغايه ده،
لا نمش لسه نمش والله شغالين كده كلهم ما دارين يقعدوا وقسما بالله العظيم القعده باقي لون حاره كلهم دارين يشاركوا كلهم دارين ينتقموا لاعراضهم ولشرفهم ولاهلهم ولعزتهم ولكرامتهم كلهم دارين يدرسوا الجنجويد درس ما ينسوا ليوم الدين لا يوم القيامه ما دارين ينسوا وكلهم الان والله نار الله الموغد والله العظيم نار الله الموغد كل زول شاير كفنه في يده وماشي يا حيا يا موت وقسما بالله العظيم اللي حيحصل في مدني وفي الجزيره قسما بالله يا جنجويد يا مستنفرين والله الموت تتمنوا والله العظيم الموت تتمنونه الموت تقول تموت تقولوا يا ريت نموت والله تقولوا يا ريت ما تقول بعدين بيجي الجيش انا بقعد ببكي وبقتل قلبي كده والجيش لا والله العظيم ما بيخلوك والله تدق طلقه مش في مسكينتك والله في مسكينة امك الطلقه تاخذها قسما بالله العظيم انت بتراهن على انه الزول السوداني بعدين لما نجيك بتقوم وتقول له معليش واحنا جبرونا والله جبرونا حلة كوكو والله العظيم والله العظيم حدوكم طلقه وانت تفرفر جنبه والديك الثانيه وانت تفرفر جنبه والديك الثالثه والله العظيم يديك لا لانك انت مستنفر عميل لانك انت مستنفر وسخ ما عندك شرف ولا عندك اخلاق لانك انت مستنفر واطي لا عندك دين ولا عندك ايمان والله العظيم جايكم شيء والله العظيم موت 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 الجنجويد الكبار ديلك شردوا من مدني مشوا اسمعوا الكلام ده كويس الناس اللي قاعدين المستنفرين واولاد وين خلينا كنتوا عشان تعطلوا لون الجيش والجيش ما بيتعطل الجيش ما جايكم مشبس الجيش جايكم مسيرات بفوق نميل شفت المسيرات بفوق نميل وبتحت جايينكم مدافع وجايينكم مشاه مدافع بشنو بالليزر تعرف بالليزر يعني شنو يعني مرسله يعني مرسله مرسال جاياكم جربوها الفيديو عندنا جربوا الشغل بتاع الليزر والله شغل عجيب جدا انتوا بعد كده خلاص دنيا زايله ونار جهنم حياتكم كاحياء كده بشر انتهت انتهت كبشر كده انتهت عندكم دارين تصيب يصيب دارين تمشوا تموتوا موتوا دارين والله العظيم جايكم وبتقول بعدين بغش وبعدين بلبس وبعدين بيقولوا ما في رحمه والله العظيم ما في رحمه شفت لما نخش الجيش ده كده والله تعالى رحمه لزول ما في وكتاب الله رحمه لزول اللي شفت براك القبضون في الكدر وعملوا فون شنو شفتون عندك عندنا الفيديو امشي في التليجرام الواحد بده طلقه في الرجل دو في الرجل دو طلقه في اليد دو طلقه في اليد دي ليه لانه دي احنا ده نحن عشان نشفي قلوبنا لانكم انتوا ما عندكم شرف ولا عندكم اخلاق لانكم انتوا اوسخ من الجنجويد قحاطه انجس من الجنجويد ما عندكم شرف ولا عندكم دين ولا عندكم نزاهة ولا عندكم أمانة عشان كده الناس كلها رمضان كل الناس تدعو لجيشة بالنصر كل الناس تدعو لجيشة بالحفظ كل الناس تقرأ ياسين عشان تسهل المواضيع ياسين عشان تسهل المواضيع اليوم الجاية أو الساعات الجاية حتكون ساعات بشعة جدا جدا حتكون ساعات مرة حنضل هتكون ساعات مرة خاصة على العمالة ما يقول لك في غرية فيها 600 وكلهم عملاء والله كلكم تتربوا والله تتربوا بيت بيت والله الحواضن بتاعت الجنجويد شيلوا بوقتكم وامشوا تشادمشوا النيجر والله العظيم الناس اللي كانوا قاعدين معانا وبياكلوا معانا وبيشربوا معانا والان بيقوا حواضن للجنجويد اشردوا ساي اشردوا ساي والله ما في سبب يقعدكم الموضوع خلص الجيش الان جاهز فول 14 جاهز والله العظيم هسه بينبح في اي لحظه الجيش ده ممكن يفك اللجام براو والله ممكن براو كده يقطع اللجام انت مستحيل هسه على اسد تجيبه تجوع فتره طويله وتربطه ما بيقعد والله ما بيقعد تجيب اسد وتربطه وتجوعه وتخت له اللحمه جنبه على مسافه بعيده ويكون جيعان والله يقطع الجنزير والله يقطع اي حاجه الان الجيش والله جيعان ليكم جيعان بتاع جنجويد جيعان بتاع مرتزقه جيعان بتاع رمم جيعان بتاع خنايد جيعان بتاع قوادين جيعان بتاع ناس ما عندها شرف المعركه خلصانه خلصانه يا جماعه بحري الليله اللي حصل الجيش طلع من بحري او العربات طلعت من بحري شايله التشوين ده زي تذكرك التشوين بتاع كرر لما دخل المهندسين فقدنا فيه ضابط رايد لقمان الشهيد لقمان
الليله ما بنشوف كانت ام درمان ما سيطرت تامه ودخل التشوين وفقدنا رايد ضابط اسمه لغمان. الليله ما فقدنا اي حاجه. معناته نسبه الامان بتاعت بحري للخرطوم افضل من نسبه الامان اللي كانت في ام درمان. ام درمان 10 يوم ما اخذتها بعد الحاجات دي ما دخلت. ام درمان 10 يوم ما اخذتها بعد الحاجات دي ما دخلت، اتحررت كامله. الان بحري حتاخذ كم؟ حتاخذ كم يوم يعني؟ 5 يوم؟ 4 يوم؟ 3 يوم؟ كثيره. والله انا عندي 3 ساعات. المشوار اللي ركبوه الشاحنات ديل وتحركوا به، ده عدد الايام الممكن الجيش ياخذها في انه يخش بحري ويحرر كل بحري. الليله الليله هيئه العمليات جوا بحري. الليله امن ياجد، الليله قفز بحري. امن ياجد، الليله قفز بحري. امن ياجد معناته في؟ معناته في بل. معناته في تقدم. معناته في بل، في تقدم. طالما ابن ياجين نزل بحري معناته في تقدم. في تقدم. خلاص القصه انتهت. الجزيره ما قلنا لك، شرحنا لك الحاصل، قلنا لك الحاصل، عارفين الجزيره وريناها، قلنا لك الان الجيش جاهز. قال فل و14، قال مويه ونور جاهزين، مويه ونور. بالجمله كده مويه ونور جاهزين. قال لكن لسه ما دخلنا. الان احنا حوالين الجزيره دخلنا غره، في غره دخل الجيش. في غوره كان فيها الجيش دخلها واستولى على الحاجات بتاعت الجنجويد ودنيا زايله كميه في غوره كم غريه كده الجيش دخلها. لكن جوا مدني لسه الجيش ما دخل. جوا مدني الجيش ما دخل. الجيش ممكن يكون في عمليات خاصه دخلت. في شغل خاص بيمشي يخش جوا مدني ويطلع. لكن جيش دخل كده انتشار 100% لا لسه ما في. لسه ما في. الكلام ده لما نحصل ما بتسمع الا انه الجيش جوا مدني، بتشوف الفيديوهات قبل تسمع الخبر. بتشوف الفيديوهات قبل تسمع الخبر. قبل تسمع الخبر بتشوف الفيديوهات. دي الحقيقة يا جماعة. يعني ما زال كل الناس تطمئن، الناس تدعم جيشها، الموضوع خلص. الحرب دي خلصت، الآن سنار كلها متقدمة، قلت لك. الجزيرة كلها متقدمة، الجيوش كلها من كل الاتجاهات متقدمة. حتى الجنجويد في مدني انسحبوا من مدني بكميات كبيره اكثر من 80%، كلهم صيدوا اتجاه جبل اولياء، ما عشان يمشوا يدافعوا هناك، عشان يمشوا اهلهم وانا اسالني منها. كلها صيدوا على اهلهم. القصه خلصانه، القصه خلصانه. نمشي لاخر حاجه يا جماعه. بالنسبه يا جماعه للمعلومات الجايه كانت من مصر. في مرسال، هل انا يعني انا ما عارف، لكن احنا بنكون واعيين وعارفين عشان الناس تفهم. مناوي، مناوي الان هو وسيط، وسيط الان شغال وساطه بين منه ومنه. مناوي شغال وسيط بين ناس مريم المهدي وبين ناس البرهان. اسمعوا الكلام ده كويس عشان ما الناس ما تتفاجئ. مناوي اللي ما دي شغال وسيط. ليه يا جماعه مناوي بيمشي لديل وبيمشي لديل؟ لانه ديلك الوسخ. لا مناوي بيقدر يحكم بناس شرفة ولا بيقدر يقعد في البلد دي بدون الوسخ. دي بأمانة لو ما جاب الوسخ كلهم لماون، الناس الناقصة، الناس اللي عليها حاجات، ما بيقدروا يقعدوا في السلطة. الآن في جودية شغالة بين حزب الأمة ومناوي على أساس أنه يقرب الناس دي للبرهان. أسمعوا الكلام ده كويس وأنا بقوله لكم عشان الناس تعرف. نحن يا جماعة مشكلتنا ما جنجويد بس، ولا الحرب ضد الجنجويد، ولا الناس ديلك محايدين، ولا حزب الامه محايد. لا، حزب الامه جزء من الحرب. حزب الامه جزء من الحرب، جزء اصيل من الحرب، جزء اصيل من التهديد بتاع الحرب، جزء اصيل من الجنجويد. يا سعادتك والله العظيم كده قدم يا سعادتك. كده قدم يا سعادتك، اعمل لي طلب. يا جماعة سعادتك ده اعملوا شير يا جماعة، اللايف ده بس أنا سعادته ده مما جاء أقبله، اللايف ده بيحصل فيه حاجة. والله سعادته قاعد حارس إنه يدخل، والله حاولت أكتب اسمه. أيوه دخل، يلا يا سعادتك، يلا يا سعادتك، جاك يا سعادتك. يا جماعة شير يا جماعة، شير يا جماعة. تفضل يا سعادتك. تفضل يا
السلام عليكم. السلام عليكم. يا بازيوني، السلام عليكم ورحمة الله، ورمضان كريم عليك وعلى الشعب السوداني يا أخي، ربنا إن شاء الله يتقبل الصيام والقيام ويتقبل الأعمال الصالحة إن شاء الله، ويجعل هذا الشهر شهر انتصارات إن شاء الله، وشهر دحر للخونة والمارغين. على شكل الشبكة عندنا تعبانة شديد، لأنه أنا ما سامع أي حاجة.